اهو بصي اتعمل ازاي السلام بشكل حلو وبركاته، قوي. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بمناسبه العيد الكبير عملنا، هنعمل فستان جميل قوي قوي، سهل وبسيط، فستان اطفالي مقاس 8 سنين، وكمان هنقول مقاس 8 سنين بشكل سهل قوي قوي بسيط. كل عليكي بس لايك جميل وتعليق لك مشترك في القناه، لو مره تشوفيني ومره تعرفيني، وان شاء الله هنقدم الاحسن الاحسن باذن الله. بس اهم حاجه اللايك والجميل، ويلا بينا نرسم البطرون وكمان نعمل الفستان بطريقه حلوه قوي قوي وسهله بسيطه. رجعنا تاني يا جماعه مع بعض. بصوا بقى، اول حاجه خالص هنقول المقاسات بشكل سهل وبسيط ان شاء الله. اول حاجه الطول الكامل من اول الكتف لحد الارض 128، ده مقاس 8 سنين اطفالي، 128 مقاس 8 سنين اطفالي الطول الكامل. طيب وبعد كده احنا بنستخدم محيط واحد من المحيطين، اذا كان محيط الارداف او محيط الصدر، فاحنا هنا نستخدم محيط الصدر، محيط الصدر 66 تمام، ومحيط الوسط 64، وطول الظهر 32 سنتي، محيط الدراع 22 سنتي، طول الجيبة للبنات أو طول الجونيلا للبنات 40 سنتي، طول الجيبة للبنات 40 سنتي. طب لو طول بنطلون خارجي 78 سنتي. طب ده استفاد منه ايه؟ استفاد منه ان البنطلون اللي هو الطول الكامل للتصميم كده، طول البنطلون من اول دوران الوسط لحد الارض ده بالظبط عامل معايا 78 سنتي اللي هو الطول ده. طيب يبقى طول الجونيلا 40 سنتي ليه؟ لان هو مش طول كامل، جاي لحد هنا الجونيلا بتاعتي تمام، يعني طول الجونيلا مش طول كامل، طبعا بحسب ما انت حابه عايزاه يبقى طول كامل او لا. طيب دلوقتي نقول تاني مقاسات، طول الكامل للتصميم 128، محيط الصدر 66، محيط الوسط 64، طول الظهر 32، محيط الدراع 22، طول الجنيلة للبنات 40، الطول الخارجي للبنطلون 78 سنتي تمام. هو ده الفستان اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده، اللي شفتوا صورته بشكل سهل قوي قوي بسيط. ادي البنطلون الاساسي اهو معمول معانا. في طريقتين للفستان ده او التصميم بتاع الفستان ده. اول طريقه اللي انا ببتدي اشتغل على دوران الصدر مباشره وبلغي دوران او حرده الابط، وببتدي اشتغل من هنا وبعمل زي ما انت شايفه كده حمالات بتاعتي، وخلاص كده انا اكتفيت بده. طيب الجزئيه الثانيه اللي احنا هنبتدي نشتغل بيها النهارده، ان انا باجي من عند الجزئيه بتاعه حرده الابط دي وبطلع من بعدها بحوالي 3 سنتي كده، عشان خاطر ما يسقطش منك الكب بتاعك او كب بتاع الطفل، يعني كب الطفله دي ما يتسقطش منها، ويبقى تصميم حلو وكمان سهل عليكي تمام. وهنبتدي نعمل الحمالات بتاعتنا اللي هي هنا دي تمام، وهنبتدي نعملها بنفس الشكل ده. طيب وبعد كده في عندنا بقى هنا غير الحمالات، في عندنا زي بالظبط كده تلت كم او ربع كم، فهو جاي من هنا الربع كم ده اهو زي كده تمام. بصي بنفس الشكل ده. طب انا عايزاه يبقى ارفع من كده يا مريم، اعمل ايه؟ بتبتدي تشوفي انت عايزه تاخديه مثلا من هنا، فبتبتدي تاخديه من هنا اهو كده، وكده بقى ارفع شويه، بس انا هاخده بنفس العرض ده. التعديل اللي احنا عملناه ان اشتغلنا من بعد حرده الجيرو ب 3 سنتي، وبعدين عملنا الحمالات، وبعدين هنا جينا وعملنا الربع الكم او الكم منه فيه او الشكل بتاع الكم منه فيه تمام، عشان نبقى عاملين القط بتاعنا ده اسمه قط تمام. فهبتدي دلوقتي اقص كده التصميم واحده واحده، اقصه ثانيه واحده يا جماعه بصوا، عشان يبقى نفس الصوره بتاعتنا او نفس الشكل بتاعنا اللي احنا عايزين، لا ثانيه واحده اللي احنا عايزين نعمله. قبل ما اقص بس الجزئيه دي من هنا اهي، قصناه على اساس ان التصميم خلاص كده اهو. بصوا تمام تمام ادي كده التصميم بتاعي بعد ما قصناه، ادي كده التصميم بتاعي بعد ما قصته تمام بنفس الشكل ده بنفس الطريقه دي. هبتدي اقفل بقى
الكم بتاعنا من هنا، هبتدي اقفله. ثانية واحدة، اول قط بتاعي اللي بيبقى ساقط على الدراع، بحاول اورهولك اهو الناحية التانية. تمام، ومن هنا للحمالات. الخلف زي الامام بالنسبة للاطفال، الخلف زي الامام بالنسبة للاطفال. عايزة تزودي الخلف ازيد من كده، تراعي الحتة دي وبتعملي حسابها لو انت حابة. تمام، ادي كده التصميم بتاع الجزء اللي من فوق، وادي كده التصميم اهو، بصوا اتعمل ازاي، انا بحاول اوريهولكم بس. وادي هنا الدراع يطلع من هنا، تمام، وادي هنا برضو الدراع من الناحية التانية، بصوا اتعمل ازاي. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى نركب الجيبة والتصميم بتاعنا. الجيبة الموجودة معانا بها كشكشة، فعشان احنا عايزين نعمل الكشكشة تبقى زيها زي القماش، فهبتدي اعمل كسرات بدون مقاس، كسرات بدون مقاس عشان تبقى كشكشة زي بالظبط طريقة القماش. تمام، فهبتدي كده اخد اول واحدة، هتبقى ورا بعض ورا بعض، مش هتقابل بعض، مش هتبقى زي الكورونا مثلا. تمام، هتبقى كده اهي ورا بعض ورا بعض، ومن غير مقاسات، يعني مقاسها ده مقاس عادي. تمام، بس المهم ان انا اوصل في الاخر للشكل اللي انا عايزاه. في اي زياده في الجيبه لقيتيها بعد ما تخيطي مثلا الكسرات او الكشكشه بتاعتك، تزودي عادي الكشكشه. تمام، تزودي عادي اهي اهي. تمام كده، ادي كده الكسرات اللي احنا بنتكلم فيها. اي بصوا اتعملت الكسرات ازاي. دلوقتي نجيب التصميم بتاعنا من الامام اهو، بصوا التصميم من الامام عامل ازاي، مقاسها بالظبط اهي. اي زياده هنبتدي نحطها ايه معاها. طيب نبتدي نوصل كده، نبتدي نوصل كده اهي. اي زياده زي ما اتفقنا نبتدي ناخدها ضمنيها عشان خاطر ايه تبقى مظبوطه معايا. ثانيه واحده بس نحط ده ميس. ثانية واحدة يا جماعة، اهي بصوا اهي كده. انا ركبت الجيبة بتاعتي، والخلف هيتعمل نفس الحكاية برضو اهي. تمام، ادي كده الفستان كله جاهز معايا بشكل جميل قوي وسهل وبسيط. تمام، اهو الفستان. ثانية واحدة وأوريك برضو عشان تعرفي أكتر، أهو الفستان أهو، بصي اتعمل ازاي بشكل حلو قوي، يعني شكله حلو قوي زي ما انت شايفة كده. ومن الخلف برضو بتعملي نفس الحكاية. تمام أهي أهي، ثانية واحدة افتح لك الكب بتاعه، بحاول على قد ما أقدر افتح لك الكب. بصي هو كده بيبقى، تمام، وهنا الدراع بيطلع برضو بنفس الشكل ده. دي اسهل طريقه تعملي بيها فستان لبنتك بشكل حلو قوي وسهل وبسيط. لايك جميع تعليقكم واشتركوا في القناه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب تكون فكره التصميم عجبتكم وحلوه وسهله وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا.